السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة بقى جبت لكم خبر، حدثت مشاجرة كبيرة جدا بين فنان أحمد عز وشقيقة زينة. طبعا هما اتقابلوا صدفة في الساحل الشمالي في فندق يعني شهير، كان هما الاتنين نزلوا فيه صدفة كده في الساحل الشمالي. وطبعا شقيقة زينة شافت أحمد عز بالصدفة كده وهو كان بيصور يعني في وسط ناس يعني وكده، وكانوا بيصور مع الصحفيين يعني وكده عادي كالعادة يعني زي أي فنان يعني وأي مغني يعني. وفجأة راحت جريت بسرعة وقالت له أنا كنت ناوية لو شفتك هضربك بالجزمة. فطبعا وصفعته قلم على وشه، لكن هو طبعا كان رد فعله قاسي جدا ومسكتش برده، وهو برده رد لها الصعصعين يعني ضربها قلمين برده على وشها، وراح عمل فيهم محضر في النيابة. طبعا كل الخلاف ده طبعا حصلت بقى يعني خلاف كبير جدا ومشادات بين الطرفين، بين زينة واختها واحمد عز. مش عارفة بصراحة اني فيهم الغلطان، مش عارفة يعني، بس هو قلت الخبر ده انا قلت شفته يعني فقلت لازم اقوله لكم. وطبعا احمد عز راح حرر محضر في النيابة بالواقع.